لوبي والبلي هذا اللي ديما ندعيو بيه ان شاء الله ربي يخفف الازمه اللي نحن فيها المده هذيه باليد معناها كي نحطوا اليد في اليد التونسي الكل بيان سور نجموا نتعداو اي مشكل ونجموا نتعداو اي ازمه يوسف فيه شويه وعي اكهو نستحفظوا على رواحنا نستحفظوا على صحتنا نستحفظوا على صغارنا اي سورتو نستحفظوا على الناس الكبار اللي عندنا في الدار على ميتنا على بيتنا على جدودنا على جيراننا على اللي ما عندهم حتى ذنب باش انه يلقط المرض على خاطر هو معناها متعدي في الشارع ولا مس حاجه انت مسيتها ردوا بالكم على رواحكم بالباهي بالباهي ما نوصيكمش على غسلين يدين ديما نخليو مسافه الامان بينا وبين غيرنا في الشارع والا في 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 صف الانتظار ولا في اي بلاصه واذا كان النجم ما نخرجوش نحاولوا انا ما نخرجوش من الدار بيان سور هذايا نزيدوهم القرارات اللي خرجت البارح في كلمه ليس الفخفيخ من بينهم التوقيت ولا العمل بالتوقيت توقيت الحصه الواحده باش نحاولوا نقصوا شويه من الاكتظاظ المروري نسيسوا روحنا لو ماكسيموم وان شاء الله يا ربي بقدره ربي لاباس باش نذكر بالتوقيت تم الحصه الواحده باش العباد اللي تسمع فينا تعرف راه مش صباح وعشيه زوز حصص صباح زوز من 8 حتى كش الماضي ساعه ومن 9:30 حتى كش الماضي ساعتين فوالا هذا هو احنا كنا في المسير من بكري شويه ريم نحكيوا على القرارات وبعض المخالفات اللي تم تسجيلها في في خرق تحديدا الحجر الصحي وقال السيد بيلي قال انه باش يتعداو من الحجر الصحي الذاتي للحجر الصحي الجماعي خلينا نشوفوا اكثر تفاصيل في الموضوع هذايا واذا كان انسان حاول انه ما يلتزمش بالحجر الصحي الذاتي شنو تنجم العقوبه تنجم تكون العقوبه اللي تستنى فيه هذايا ناخذوا توت سويت من عند سي محمد حلمي المساوي في اخبار الساحل اخبار الساحل في زوم 73 صباح الخير ومرحبا بك سي محمد حلمي اهلا وسهلا صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين نجم اف ام مرحبا بك انا اتقى رسمي باسم المحاكم باسم محكمه سوسه المحكمه الابتدائيه سوسه واحد دونك مرحبا بك معنا على نجم اف ام في المستير اذا تم خرق الحجر الصحي الذاتي اليوم نلقاو التوجه في الحجر الصحي الجماعي بالنسبه للناس اللي موجوده على ذمه الحجر الصحي بالنسبه للناس اللي معناها ما تحترمش القانون هذا ولا ما تحترمش الفتره المحدده للحجر الصحي هذا سي محمد نجم تعرض روحها لعقوبات معناها قانونية تنجم تلقى روحها عندها عقوبات جزائية تستنى فيها بطبيعي هو ذا الحقيقة كنا ما نحكينا فيه من أول ما بدأت ظهور الوباء هذا فما أمر تاع فما قانون متعلق بالأمراض السارية فيه أنا ليست ليميتاتيف تاع الأمراض اللي يمكن اعتبارها أمراض وبائية من الأبد هذا ما كانش فيه فيروس الكورونا بطبيعة القانون في صحة مكرر اعجاز انه المشرع وانه الوضع نتاع البلاد كان حر فيه مرض لا وباء يكتسي هذه الخطوره يجب ادراجه وهذا اللي صار معناها منذ ايامات تم اصدار معناها اصدر السيد رئيس الحكومه امر يعتبر فيه بطبيعه مرض الكورونا ولا فيروس الكورونا من الامراض الوبائيه وبناء عليه بطبيعه القانون هذا دخل حيز التنفيذ وبالنسبه للاستشفاء بطبيعه فما الحجر الصحي الذاتي هذا اللي حتمت والظروف بالنسبه للقانون يحكي على الحجر الصحي الوجوبي ولا الاستشفاء الوجوبي بطبيعه اي شخص ماهوش باش يمتثل يمكنه بطبيعه بالقانون بطبيعه عرض المطلب للمحكمه بطبيعه السيد رئيس المحكمه ياخذ فيه قرار في الاستشفاء الوجوبي وكل مخالفه لهذه القرارات بطبيعه تعرض صاحبها الى عقوبات فما عقوبات ماليه وعقوبات سجنيه وزاد فما لو كان مخالفه القرار في حد ذاته بطبيعة فيه جريمة ولو كان الشخص هذا يتسب معناها بالمقالة هذه القرارات والتدابير الصحية أنه يصيب شخص بمرض وإلا ينتج عنه لا قدر الله الوفاة بطبيعة فما 312 مجلة جزائية يحكي على عقوبة السجن مدى الحياة معناها يعتبرها قانون جناية وفما بطبيعة مخالفة التدابير الصحية هذه ولا التدابير الاحترازية بطبيعة الفصل 312 يرتب عليها عقوبة تقريبا 6 أشهر السجن دون العقوبات الموجودة في القانون اللي كنت نحكي عليه. سي محمد حلمي اليوم هل تم تسجيل مخالفات بالطريقة هذه ولا من نوع هذه في سوسة؟ بالنسبة لسوسة الحقيقة من أول نهار دونك فما حتى مواقع التواصل الاجتماعي تداولت برشا وضعيات أنا الحقيقة فما تنسيق مستمر مع السيد مدير الجهوي للصحة فما ليست قائمة اسمية الذين دخلوا التراب التونسي واللي فيهم الحجر الصحي الذاتي فرق المراقبه الصحيه اللي تتوجه معناها بصفه دوريه بالامكانيات المتاحه باش تثبت من وجودهم في صوره عدم وجودهم بطبيعه يتم اعلام مراكز الامن الراجع بالنظر بمراجعتنا نحن تقريبا فما 3 أو 4 وضعيات بعد التحقق من عدم وجودهم
تم إدراجهم بالتفتيش، كيف كيف فما أشخاص حاولوا يخالفوا، أو مش حاولوا يخالفوا، خالفوا فعليا قرارات الحكومة المتعلقة بالمقاهي والملاهي والمتعلقة بالمطاعم، كيف كيف تأذن بالاحتفاظ بهم. والحقيقة لاحظنا أنه بعد اليوم الأول اليوم معناه يوم أمس واليوم، الحقيقة فما معناه فما احترام، شرطه البارح فما احترام كلي تطبيق للقانون، والناس كل الحقيقة كانت شاعرة. محمد حمي لو تسمح، ثلاثة ولا الأربعة اللي قلت تم وضعهم في التفتيش مازالوا غوشيرشي ما لقاوهمش، رغم هما معناتها من الناس الخاضعين الحجر الصحي الذاتي. والله فما يفهم أشخاص الحقيقة مازالوا مدرجين بالتفتيش، فما يظل شخص على ما معناها باش ما نحبش نعطي معلومة مش متأكد منها، ما يبدو فما شخص بين أنه كمل المدة، أنا بتتر فما معناها دونك ثلاثة لا فوالا، دونك فما شخص على منين بالحقيقة ما نحبش نعطيك معلومة مي حتى على ما نتذكر بالطبيعة. لكن إيه لكن العدد ميسيل شو بين ثلاثة والأربعة، نقولوا ثلاثة احنا إذا كان الآخر كمل المدة نتاعو، لكن ثلاثة الآخرين حتى لتوا مازالوا ما رجعوش للديار. والله مبدئيا انا مازال ما مش عارفين وين بون، انا نحب الحقيقه نطمن انه وراء الحجر الصحي مش معناه 100% مريض الشخص، ولكن القانون لكن لازم ياخذ على القانون حتى كان مش 100% مريض. لا ما فيش حتى شك بالطبيعة، نحن القانون لهنا معناه نسعى، المقاربه هي صحيح مقاربه تحسيسيه مقاربه اجتماعيه، ولكن الاشخاص اللي بيتخالف القانون سيطبق عليه القانون، ما فيش حتى شك. ما قلت لك فما الناس تم إدراجهم بالتفتيش، الناس اللي خالف قرار الغلق تم بطبيعة الاحتفاظ بهم وسيطبق القانون بطبيعة. الغاية الوحيدة هي معناها وضع الإمكانيات هذه الدولة والقرارات تاع الدولة، لازمها ماهيش ما تكونش حبر على ورق، لازمها تكون بطبيعة ما عندهاش حتى معنى لو كان منكسيوهاش بمعناها بالصيغة هذه الزجرية، والصيغة الزجرية بطبيعة ما عندها حتى معنى كان ما فماش عقوبات بطبيعة. وانا حسي محمد حاجة برك الملاحظة، الناس كل مركزة عدونها وصحيح والحجر الصحي وقرارات الغلق، ولكن فما جانب آخر الحقيقة لاحظناه نحن أشد قتامة بصراحة، أنه فما عملية احتكارية معناها للمواد التنظيف والمواد الغذائية، مواطن البسيط تنظر ملموش عليه ما يعرفش، لكن فما ناس مختصة في الاحتكار. دونك الحقيقة عوامل الفرقة الاقتصادية والإدارة الجوية للتجارة قائمين بواجبهم بما لهم من إمكانيات محاولة تصدي هذه التجاوزات. وبالنسبة لزادة فما جانب آخر هي عملة السرقة، معناها فما ناس تستغل الظرف هذا، تستغل أنه في الشوارع بليز موا معناها ما فيها اكتظاظ، تستغل في الوضع هذا القيام بعملية سرقة وتفرقها في منشآت عمومية ولا أملاك خاصة. الحقيقة نحب عبر المنبر الإعلامي هذايا نتوجه أنا بنداء ولا أولياء على الأقل صغارهم، معروف الأربعة نتاع العشية بلاد كاملة مسكرة، لا فما مقاهي فما مطاعم تجمعات فيها ناس يراقبوا صغارهم وين ماشي، الأربعة نتاع العشية بلاد كلها مسكرة، الإنسان اللي عنده ضرورة بطبيعة ماهوش ممنوع مبدئيا، ولكن الإنسان اللي عنده عشية يظل لي يقعد في الدار أضمن له خير أضمن له اللي هو صحته، وحتى زاد لا قدر الله باش ما تصيرش معناها مخالفات ولا جرائم تحصل نتائج احمد وعقبه. واضح، مشكور برشا سي محمد حلمي المساوي نطق رسمي باسم المحكمه الابتدائيه بسوسه، شكرا لك، تحياتي ليك وتحياتي للناس اللي تسمع فينا الكل. كما كنا نسمع الناس اللي ماهيش مضطره باش تخرج بعد الاربعه نتاع العشيه ما فيها بيس، نقعدوا في الدار، نبعدوا على المشاكل، نبعدوا على اي ريسك ينجم يهدد تحياتنا، كسوس ونحكيوا على عمليات السرقه والشغب، والا زاد على عمليات انه لا قدر الله تنجم تكون عدوى بفيروس فيروس الكورونا. نحميوا رواحنا، هنا نسمعوا شنو هي العقوبه اللي تستنى في العباد اللي ما تحترمش الحجر الصحي الذاتي. اليوم كي نحكيوا على أزمة نحكيوا على احتكار ونحكيوا على بركاجات مؤسف الحقيقة، والبارح زادا كانوا فما بعض المواطنين اللي قالوا لنا حكيوا لنا على حكاية البركاجات هذي، على خاطر الأربعة نتاع العشية قبل كانت فما قهاوي دونك يبدأ فما برشا حركية في الشارع، اليوم الأربعة نتاع العشية القهاوي مسكرة، دونك فما عباد اللي تضطر مروحة من خدمة خاطر بدء العمل بالنظام الحصة الواحدة باش يبدأ باغتيغ من غدوة الجمعة اللي فاتت ولا 15 يوم اللي فاتوا، فما برشا عباد اللي تروح
مخر من خدمتها شارع تقريبا فارغ. دونك فما برشا بركاجات وفما برشا عباد استغلت الوضعية هذية باش نفذ سلسلة من السرقات في حق منشآت كما كان يحكي عمومية وحتى ممتلكات خاصة. دونك دعوة للأولياء خاطر تقريبا الناس معناتها اللي قاعدين يقوموا بالعمليات هذية عمرهم بين 18 ل 30 سنة. دونك العباد اللي عندهم شباب في العمر هذي كما قال فماش علاش يخرجوا بعد الأربعة متاع العشية، لا فما قهوي لا فما سال دو سبور لا فما سال جو لا فما حتى شيء حتى شيء، محلات الانترنت كل مسكرة. دونك بعد الأربعة متاع العشية الناس الكل يشدوا وليداتهم في ديار لحديش و 17 دقيقة. احنا موصلين معكم في زوم 73 مازال مشوارنا حتى نص النهار، وقعدوا معنا ما تبعدوش.